سلام، انا معاد احبوش. مرحبا بك في هذا الفيديو اللي غيكون الجزء الثاني من الدرس ديال المجال المغربي الموارد الطبيعيه والموارد البشريه. اللي ما شافش الجزء الاول يشوفه، راه غنحطو لكم في الديسكريبسيون باش توضح الفكره ديال الدرس. هذا الجزء الثاني من الدرس، الحوايج اللي خصك تعرف هما شنا هي الوضعيه ديال الموارد البشريه والمستوى ديال التنميه البشريه في المغرب، ونشوفوا التدريب اللي دارت باش تحسن التنميه البشريه في المغرب. غنبداو بالوضعيه ديال الموارد البشريه بالمغرب، وهنا غنهضروا على النمو الديموغرافي. اجي نشوفوا شنو كاين. كاين عدد السكان اللي من بدايه القرن العشرين حتى 2004 تزاد من 11 مليون نسمه ل 30 مليون نسمه، وهذا بطبيعه الحال تطور كبير نسبيا. ولكن واخا هكاك، من 2004 حتى 2018 نقصات شويه الوتيره ديال النمو بالمغرب. كاين التحول الحضاري اللي بدا في التسعينات، يعني بدات الهجره القرويه للمدينه وتطورت نسبه السكان. كاين حاجه اخرى اللي هي ارتفاع الكثافه السكانيه في السهول والهضاب الاطلنطيه. الناس ديال الجبال، الناس ديال الاطلس، تزادت هما عندهم الكثافه السكانيه، ولدوا بزاف ديال الاولاد، والظروف الطبيعيه والانشطه الاقتصاديه عاوناتهم. الماكله كاينه والفلوس كاينه، وعلاش ما يولدوش؟ دونك زادت الكثافه السكانيه في هذه المناطق. وهذه القضيه ديال الكثافه السكانيه راه ما كانتش غير هنا، كانت حتى في الريف، حيت هما اللي كانوا السكان الاولين في المغرب، يعني من السكان الاوائل اللي كانوا في المغرب هما الريف. كاينه حاجه اخرى اللي زادت لافونتاج في الموارد البشريه، اللي هي ان الساكنه النشيطه يعني الشباب كتشكل الجزء الاكبر من مجموع السكان، يعني الشباب هما اللي طاغيين في الهرم ديال السكان، العكس اللي كاين في نسبه الشيوخ. الناس الشيوخ كيموتوا بزاف، النسبه ديالهم ضعيفه، وهذا الشيء غيخلينا نقولوا ان الهرم السكاني بالمغرب هو هرم فتي، وهذا كيشكل واحد المشكل في القطاعات الاجتماعيه. مادام الشباب هو اللي كتير في المغرب، الخدامي غيكونوا قلال، غيكون البطاله، غتكون الفقر. شحال ما كان العدد ديالهم الخدامي، راه ما يمكنش تلقى بزاف ديال الخدامي في المغرب، وهاد القضيه هذه راه كنعيشوها. المهم دابا شفنا الوضعيه ديال الموارد البشريه، اجي نشوفوا مستوى التنميه البشريه بالمغرب. المؤشر ديال التنميه البشريه بالمغرب تطور بواحد الشكل ملحوظ مع السنوات اللي دازت، ولكن باقي ما وصل لمستوى المجهد الواعر اللي خاصو يوصل له، وهذا الشيء راه باين. بالنسبه للتنميه البشريه، المغرب جا في الرتبه 124 عالميا، وهذا الشيء جاي من المشاكل الاجتماعيه اللي كاينه، كاين الفقر والبطاله الى اخره. زياده على هذا الشيء، المؤشر ديال التنميه البشريه الاي دي اتش كيختلف كذلك من جهه لاخرى. هو اصلا مكفس، ولكن مثلا في المنطقه الحضريه راه اقل شويه من المنطقه القرويه، حيت المنطقه القرويه راه كرف الناس، وهذا الشيء راه كنشوفوه. الناس اللي ما كيوصلهمش الماء، الناس اللي فيهم الفقر، الناس ديال الجبال، الناس ديال الفيلاجات، راه كرف من الناس ديال المدينه في مؤشر. هذا هو المستوى ديال التنميه البشريه بالمغرب، وكيف ما شفتوا المستوى باقي ضعيف. ارى نشوفوا دابا التدابير والجهود اللي تبدلات باش يتحسن المستوى ديال التنميه بالمغرب. دونك شنو هما المجهودات اللي دارت باش يتحسن مستوى التنميه البشريه بالمغرب؟ دارت المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وهذه وجهت الاهتمام ديالها للعجز الاجتماعي اللي كاين في المناطق الحضريه الفقيره، اصحاب البراكات، الناس اللي فقراء، واخا ساكنين في المدينه باقيين فقراء، وكذلك للناس اللي ساكنين في المدن القرويه او المناطق القرويه اللي فيها غير الفيلاجات، البلايص الجبال، البلايص اللي ما كيوصلهمش الماء، البلايص اللي فيهم الفقر. هكا هاد المبادره الوطنيه وجهت الاهتمام كذلك للناس اللي في وضعيه صعبه، بحال الناس اللي مصابين بمتلازمه داون، الناس اللي مراد، الناس اللي واصله فيهم العظم، وكتحاول تلبي لهم الرغبات ديالهم والطلبات ديالهم. كذلك هاد المبادره الوطنيه للتنميه البشريه شجعت الناس اللي كدير الانشطه المنتجه للدخل القار، يعني الناس ديال الفراشات، الناس اللي كيبيعوا الخضراء، الناس اللي كيبيعوا الفواكه وكيبيعوا الحوايج الى اخره. وهذا الشيء كله دارته غير المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بالمغرب. اون بليس دارت برامج اخرى للتنميه البشريه بالمغرب،
بحال المشروع النموذجي لمحاربة الفقر في الوسط الحضاري، وبحال الاستراتيجية ديال 2020 للتنمية القروية، ودار برنامج ديال التنمية البشرية المستدامة ومكافحة الفقر، ودار واحد المشروع ديال الأولويات الاجتماعية. اوكي، هنا غنكونوا سالينا هاد الدرس، هذا سالينا الجزء الثاني. اللي ما شافش الجزء الثاني يدخل يشوفه، وعاود الدرس، عاودوا وعاودوا حتى تفهموا، وراك غتجيب النقطة ديالك في الفرد او في الجهوي. اخويا اللي كتسمعني او اختي اللي كتسمعيني، نايس، كنتمنى تكون فهمتي هاد الدرس، وإلا ما فهمتيش عاودوا وعاودوا وراه غيدخل لك لراسك. شكرا لك بزاف على الاستماع ديالك ليا، لايكي وبارطاجي الى عجبك هادشي. الى اللقاء.